أولا أشكركم كثيرا على هذا الحضور وعلى الانتصار للحرف والسؤال. نرحب بكم في مؤسسة بيت الحكمة التي احتضنت كتاب أنثروبولوجيا الحج الإسلامي من التجربة الدينية إلى النقد المنفتح. هذا الكتاب فيه محاولة لقراءة النص الحجي، النص الحجي باعتباره نصا ملغزا. دائما في السوسيولوجيا هناك مقولة رائعة لبرنارد لاهير يقول أن مهمتنا الرئيسية هي أن نفهم ما يفعله الناس، لماذا يفعل الناس ما يفعلونه. ولهذا في التجربة الحجية كان هدفها الرئيس هو أولا أن تمارس الطقس والشعيرة الحجية، ولكن في نفس الآن أن تتساءل لماذا نمارس الطواف، لماذا نمارس يعني كل الشعائر المرتبطة بالحج. بطبيعة الحال هذا كتاب لا يقدم إجابات وإنما يقدم الكثير من الأسئلة، يحاول أن يقرأ الحج بمقاربة سوسيو أنثروبولوجية تسائل الرموز وتسائل الطقوس. بطبيعة الحال يمكن أن تتعرفوا على الكتاب من خلال قراءته، ولهذا لن أحرق يعني متعة القراءة، أدعوكم إلى قراءة هذا الكتاب. بيت الحكمة تحيي الذكرى التاسعة لافتتاحها، وهذه المناسبة كتعمل على تنظيم أيام ثقافية، هي أيام استمرار، هي بمثابة استمرار المشروع الثقافي اللي تبنته منذ التأسيس ديالها. وهذه المناسبة اخترنا نستضفوا وجوه لامعة في المشهد الثقافي المغربي. اليوم الأول كان عندنا استضافة للدكتور الباحث البلاغي العربي سي محمد مشبال، اليوم الثاني قدمنا كتاب ديال المغرب والحرب الأهلية الإسبانية للباحث أبو بكر بوهادي الفائز بجائزة المغرب الكتاب من منشورة باب الحكمة. اليوم نستضيف الباحث سي عبد الرحيم العطري، ويحاوره الباحث المؤرخ طيب بيض. أكيد أن هذه الأيام هذه كتعطي دفعة من المشروع الثقافي في المدينة، مدينة تطوان، اللي عرف واحد التوقف نتيجة جائحة كورونا، وأكيد أننا كل أمل في مستقبل يشجع القراءة.